زلنا مشاهدينا الأعزاء من حصة بوست كافيه وبفندق أدف لنستضيف نقول فنان جاءنا من أمشدلة ولاية البويرة. نرحب به الشاب محصغير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بنا عندكم، أعطيكم الصحة على الاستضافة. العفو. وكي عرضتونا لهنا وعطيكم صحة بزاف بزاف. شكرا. نحن نتمنى أنه كل الفنانين يجونا لحصة بوست كافيه اللي تبث على قناة الباهية تي في. طبعا كله شاب محصغير يحب كل الأغاني والطبوع، الأغنية الأمازيغية طبعا هي الأولى أكيد، وأغاني كذلك الرايوية. حبيت نقول أنه هو متخرج من معهد بالجزائر العاصمة، يعني دارس للنوطة الموسيقية. حبيت نتكلم نعم بيان سور نتعرفوا عليك. قريت في اسمه قريت في الانستيتيو دو ميوزيك ريجيونال في ألجي. نعم. وقريت الأوبيرا. نعم. وشويه لي زانستريمون هكا. نعم. وشو هما الالات ربما الموسيقيه اللي الالات باسكو لو بيانو اوبليغاتوار تما كي تقرا. نعم. تقرا البيانو اوبليغاتوار. نعم. ايوه. ومع شويه شويه نتعلموا هكا عند الصحاب وكاع. نعم. وفوتناها بيان. نعم. وهل الاغاني ربما نتاعك انت كي تختار ربما تختار انت الكلمات ربما يكتبوا لك ولا تكتب انت وتلحن انت او في ملحنين وكتب كلمات؟ في ملحنين وفي اللي يكتبوا لي لي شانسون. نعم. عندي ان بارولي. نعم. ونشكرها بزاف ان بارولي مرا. وعندي اللي نخدم عنده في الاستوديو. نعم. حمزه دحماني. نعم. وهو اللي عاوني كاع ربما اكثر. هو اللي عاوني كتر كي خرجت لي شانسون هادو ودرت. نعم. لي كوفر. نعم. ودرت كل شيء ونشكره بزاف، هو اللي عاوني بزاف يعني. طيب محصغير حبيت فقط انك بعد الاغنيه الامازيغيه تغني كذلك الاغنيه الرايويه، حبيت لو تعطيني مقطع هكا اكابيلا نستمع انه المشاهدين الاعزاء. اختار لي من شكون هو اللي ربما اختار الشاب عاقل. شاب عاقل الله يرحمه باغي بزاف. نعم. غادي نجيب لكم واحده تاع شاب عاقل. يسألوني عليها وجيبوا لي اخبارها، ولا راهي مبونا ولا مهنيا ولا مازال هتجبد عليا، يا ويلا خلاص راهي ناسيا ومازال مازال عشقك في البال، يا نسيك محال يا لي سيتينا هايا. طبعا نقول الشاب موح صغير يعني من عقيل أغنياء الأمازيغية، يعني شكون هو ربما يشوف المثل الأعلى بالنسبة للموح في الأغنية الأمازيغية؟ أنت تبدي الطوابع يعني الطابع القديم للأغنية الأمازيغية أم الطابع الآن الراقص؟ ندير الطابع القديم. نعم. قديم شكون هما الاغاني يعني المطربين؟ احنا عندنا بزاف يعني في الاغنيه الامازيغيه كاين يعني اسماء كبيره جدا. كاين اسماء كبيره ايتمن قلت، وكاين. نعم. معطوب الونس، وكاين. نعم. ادير. نعم. خلوي لونس. نعم. هادو كاع. نعم. كاين سليمان عازم. نعم. نعم. سليمان عازم من بين يعني الاصوات الجميله يعني الاغنيه الامازيغيه يعني ما شاء الله. تفضل. نعم. ايوه. وهادو اللي نبغيهم بزاف انا. نعم. شريف خدام. وشريف خدام ثاني. نعم. كاين وبزاف. نعم. الاصوات نعم جميله جدا. شكون اللي في هذه الاصوات يعني في هذه الاسماء الثقيله وزنها وزن الذهب اللي ربما تاثر بزاف بيه وحب يعني يوصل ويكون اسمه كما اسم يعني اسم موح صغير كما الاسماء هذه، شكون هو اللي اثر فيه كثير؟ هو ايتمن قلت بيان سور. ايتمن قلت. نعم. ايتمن قلت سان فيلوزوفي. نعم. اغانيها رسائل ربما اغانيه رسائل اغانيه والكلام تاعو رسائل. نعم. و... نعم. ونقيين وكلش. نعم. يعني العائله كلها تقدر تسمعها تسمع لها. نعم. هذا هو البيت تاعي انا. نعم. حبيت يعني تمشي نفس الاغاني. نعم. هذه يعني مغنيين كبار يعني مطربين كبار. انا شغل كيري حبابه يتفرج على الشونسون تاعي يسمعها هذاك هو رفقة العائله. هايوة. نعم. طيب حابين نسمعوا حاجه هكذا اكابيلا من اغاني ربما تاع الاغاني الامازيغيه. نعم. الطابع الامازيغي. وثمور سوى عزيزا هيا عيدا دين تولى يا قمة هذيك ويزري وها
فارس دواك ودبرك وستراح المتزق فرزان. ها لا 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 هاي النايم هاي النايم هاي سوغن ولا ونسنا ويحودان. شكرا محس صغير. احنا نقولوا كل جزائر توشحت يعني خاصة المناطق الجبلية لتيزي وزوب جاية البويرة بالثلوج يعني احنا في فصل الشتاء يعني نعمة ربما الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوتنا انها يعني تنزل علينا الغيث يزرع علينا الغيث الامطار وكذلك الثلوج. واش المنطقه بارده بزاف واش تقول لنا؟ جايه معايا يناير مليحه بزاف. جات مليحه بزاف السنه ان شاء الله تكون سنه. هما داروا صداقه ونحن يديروا الوعدات ويديروا اسمه على انه هذه والثلوج الحمد لله استجاب ربي بدعوتنا يا رب ان شاء الله. طبعا نقول الشاب صغير شكون كلمه البوست كافي الوهران القناه الباهيه بيان سور. دوكا راني جيت من بفضل انت عضو كذلك في جمعيه الفن الذهبي اللي يتراسها الفنان والممثل اللي نحييه عبد الرحمن حبيب اللي معروف بتويست حبيب تويست. حبيب تويست بيان سور. نعم. وهو الماناجر تاعي هو اللي عاوني بزاف. نعم ونشكره انسان ما شاء الله ونشكره بزاف بزاف. نعم. اكيد الفنان يحس بالفنان بيان سور. نعم شكرا. نقول للشاب محس صغير راح كذلك نختتم باغنيه جبتها يعني خصيصا لبوست كافي لقناه الباهيه تيفي حصريا لقناه الباهيه تيفي لانها يعني مازال يعني ما خرجتش يعني عاده جديده. شيء جميل جدا نشكرك جزيل الشكر. وقبل هذا كلمتك ختاميه لبوست كافي. بوست كافي بيان سور نشكر بزاف بزاف انتم نشكركم بزاف بزاف وطاقم باهيه تيفي كاع نشكره ونشكرك انت ثاني على حسن الاستضافه تاعك. شكرا وما شاء الله استضافه شابه وبزاف. شكرا جزيلا. اتمنى لك كل تألق المزيد من النجاحات واغاني كذلك ان شاء الله خاصه الاغنيه اللي يكون فيها رساله للمجتمع. شكرا للشاب محس صغير. راح نستمع ونختتم باغنيه جميله جدا عنوانها واش هو العنوان تاعها؟ عنوان كميت زرفا سيشوال. معليش ترجمها لي المشاهدين اللي ما يفهموش. كميت زرفا سيشوال معناتها نحيك من الهم. نحيك من الهم ان شاء الله يا رب يتنحى الهموم تاع كل الناس يا رب امين. تحيه لكل الطاقم العامل معي بدءا ب عبد الرحمن بكراشوش نحييه كذلك فيصل بوبكر وتحيه كذلك ل حسين كلام جديان الابنة أمينة ودائما للمخرج قول للمخرج عمر بنور تحية خاصة وخالصة وكل طاقم فندق الهدف على حسن الاستضافة والضيافة الجميلة والرائعة. ودون أن أنسى ونتمنى ودعوتنا بالشفاء العاجل للخبيرة خبيرة التجميل السيدة زعقان نادية. مشاهدينا الأعزاء هكذا أترككم مع هذه الأغنية الجميلة والرائعة التي جاءنا بها المطرب والشاب محس صغير خصيصا وحصريا لقناة الباهية ولبوست كافي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى.